تنبيه قبل أن أبدأ المحاضرة، لاحظت أنه عندما وضعت الجنازة هنا وكشف وزيل الساتر لم يقم إلا قليل، والقيام عند رؤية الجنازة سنة مؤكدة، بل إن بعض أهل العلم قال إنها واجبة، ولكن الصحيح إنها ليست واجبة إنما سنة مؤكدة. والحكمة من القيام أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بأن للموت فزعا، قال إن للموت فزعا. ولما مر بجنازة يهودي قيل يا رسول الله إن جنازة يهودي، قام عليه الصلاة والسلام، قيل يا رسول الله إن جنازة يهودي، قال أليست نفسا؟ فالسنة إذا رأى الإنسان الجنازة يقوم، لأن كونه يرى الجنازة ويجلس هذا إشارة إلى يعني تبلد إحساسه وعدم اهتمامه بالأمر. فالموت له فزع وله رهبة، ينبغي أن الإنسان إذا رأى الجنازة يقوم وينتبه ويعتبر. فإذا السنة إذا رأينا الجنازة أن نقوم، فهذا يتكرر خاصة في مثل هذا الجامع الذي تكثر فيه الجنائز، يؤتى بالجنائز ويزال الحاجز ويكون بعض الناس أمام الجنازة ولا يقومون، هذا خلاف السنة. السنة القيام، إذا رأيت الجنازة قم سواء كانت محمولة أو رأيت على الأرض والحكمة في ذلك هي قوله عليه الصلاة والسلام إن للموت لفزعا، يعني ينبغي أن الإنسان يفزع ويعتبر ويقوم ولا يكون قاعدا لا يأبه بهذا الأمر العظيم.